كانت بداية ترجماته مع عزيز نيسن وناظم حكمت. ورغم الانقطاع الثقافي ما بين العرب والأتراك، استطاع عبد القادر عبدلي أن يجعل الأدب التركي حاضراً في المكتبة العربية، وأن يجعل اسمه مقترناً بأسماء مترجمين كبار كفيليكس فارس وصالح علماني وأسامة مزلجي. مع مطلع الألفية الثالثة ظهرت سياسة تركية جديدة تجاه العرب، حيث بدأت الحكومة التركية الجديدة بإنهاء عهد القطيعة الطويل مع الجانب العربي، وسعت إلى تطوير العلاقات في كافة المجالات. كانت الحالة الثقافية إحدى ركائزها، فبرز عبد القادر عبدلي كمترجم مهم صاحب رصيد جيد من الكتب المترجمة، ومضى إلى توسعة ترجماته فطرق باب أهم الكتاب الأتراك المعاصرين والراحلين. عبد القادر عبدلي أهميته كمترجم أنه لم يكن ينقل نصا من لغة إلى لغة عن طريق معرفته العميقة باللغتين التي يترجم منها والتي يترجم إليها، ولكن أيضا كان على معرفة تامة بالثقافة التركية وقربة ومدى قربة من الثقافة العربية والنقاط اللي بتلتقي فيها والنقاط اللي بتختلف فيها. فكان شغله على الأدب التركي يمثل هذه المعرفة العميقة ويمثل جسرا حقيقيا بين ثقافتين. نازم حكمت sadece Türk edebiyatında değil, dünya edebiyatında çok büyük yeri olan bir şair. ناظم حكمت شاعر كبير يحتل مكانة هامة لا في الشعر التركي فحسب، بل في الشعر العالمي. لقد فتحت أشعاره آفاقا للشباب التركي. كنا نقرأ في شبابنا أشعاره كأيديولوجيا للحياة، كنا نحفظ أشعاره عن ظهر غيب، كانت أشعاره محظورة وكنا نتداول أشعاره سراً. تعتبر أشعاره هامة من حيث كونها شعراً وأيديولوجيا للحياة تكتنف رؤية للحياة. وبترجمة أشعاره إلى العربية فتح عبد القادر عبدلي بوابة كبيرة إلى العالم العربي. تأتي أهمية أشعاره من تأثيره الاجتماعي، فالناس يحيون بثقافتهم ويواجهون ثقافات جديدة، إما أن يتأثروا بها إيجابياً أو ينهزموا أمامها، ومن هنا تأتي أهمية ترجماته. Nazım Hikmet tabii ki çok önemli bir şair. Hepimizin idolü o. كان ورا الطاولة بضل قاعد ما بيعمل شيء، بضل عم يشتغل عم يشتغل عم يشتغل، حتى دائما بفيق ما بينام كثير. دائما بفيق بكير، دائما في انا بلاقي فاي قبلي. وقبلنا كلياتنا انا واخواتي. بوقت احيانا بدنا نحكي معه شغله بيعمل لنا هيك باصبعته. نحن بنفهم لحالنا انه خلص بعدين تعال، بيكون مركز بجمله مركز بشيء، فما بنحس انه قطعه. كمان في شغله انه هلا كثير ابهات من رفقاتنا انه هن بيكون ابهاتهم شغلهم برا، نحن ابونا شغله بالبيت، فكانوا يحسدونا على الشغل انه ابوكم دائما معكم بالبيت، نحن ابونا دائما برا ما بنشوفه. Türk kültürünü Arap dünyasına عرف الثقافة التركية على العالم العربي وأقام قنوات التواصل من هذه البوابة، وهذا أمر هام. لقد فتح عبد القادر قلبه وبيته للأدباء الأتراك ولكل من ذهب إليه من الأتراك، وفر لهم سبل التواصل، وقد وسع هذا المجال من خلال الفعاليات والمهرجانات الأدبية. ولذا لم يكن عبد القادر عبدلي مترجما فحسب، بل كان رائدا في تعريف الثقافة التركية وأدبها إلى العالم العربي، وفتح آفاقا للناس. أيضا كان له ترجمات ليشار كمال وناظم حكمت، وآخر الأعمال اللي ترجمها وهي أعمال شديدة الأهمية وإن لم تكن أعمال أدبية هي مجموعة كتب البروفيسور والمدير العام السابق لمتحف توبكابي إلبير أورتايلي، اللي بتتحدث عن العثمانيين، عن الثقافة العثمانية،
وعلاقتها بالعالم وبالعرب وبتركيا. ازدهار العلاقات التركية العربية فتحت باباً جديداً أمام العرب لمعرفة المجتمع التركي من خلال المسلسلات المدبلجة، فكان عبدلي من أهم المترجمين الذين نقلوا تلك المسلسلات للشاشة العربية. كان مسلسل نور وسلسلة وادي الذئاب أبرز المسلسلات التي ترجمها عبدلي، واستطاع من خلالها أن يسجل اسمه كمترجم معروف حتى في الأوساط الشعبية. Dizilerin de aynı zamanda bir ülkenin kültürünü yansıttığı için çok önemli. ترجمة المسلسلات أمر هام لأنها تعكس ثقافة البلاد، فالناس تجدد حياتها من خلال ما تشاهده في شاشات التلفزة في أسلوب الحياة واللبس والتعلب، وهي هامة من هذه الناحية. فعبد القادر ساهم في تعريف الثقافة التركية في العالم العربي وترسيخه، ذلك أن تركيا كانت نموذجاً للعالم العربي، فكان هناك أتاتورك الذي فتح أمامنا آفاقاً جديدة. لا شك أنه المسلسلات التركية التي دبلجت إلى العربية هي مسلسلات ذات طابع تجاري، بمعنى أنه هي مسلسلات طويلة فيها أحداث ميلودرامية أحياناً عنيفة، تقوم على التيمة التجارية الرائدة اللي هي غرام وانتقام، ولكن عبد القادر عبدلي رأى فيها نوع من إعادة العلاقة بين الثقافة التركية وبين الثقافة العربية أو المتفرج العربي. أنا بابا معرفته كعبد القادر عبدلي المترجم والفنان والصحفي والأديب، معرفته من هي الناحية، كنت أعرفه كأب دائماً لوقت ما بلش ترجم المسلسلات، لأنه الشيء اللي قلناه كلنا أنه بصل لعامة يعني لشريحة كبيرة من الشعب، خليني أقول طريقة أسرع التلفزيون، فما كنت أعرف أنه بابا هو هذا الشخصية لبعض المسلسلات. أنه كنت بالمرحلة الثانوية، خليني أقول كنت لما أروح على المدرسة بالفرصة بالاستراحة الطلاب يتجمعوا حواليه مشان يعرفوا الحلقة الجاية من نور شو حيصير فيها. فأنا ذاك الوقت حسيت أنه بابا، أنه حسيت بعبد القادر عبدلي، أنه مو بس كأب، كشخصية ثقافية أدبية كترجمة. هذاك الوقت بلشت حس بي أنه أوكي الكتب كنا نقرأ كنا نشوف الرسم، بس ما كنت أعرف كيف بدي أقول أنه نظرة العالم له إلا بعد المسلسلات. أول شيء هو ما كان يحب ترجمة المسلسلات، كان ذو أدب، بس بسبب الشغل شو اسمه، بسبب الحياة، فمضطر إنه يشتغل هيك مشان المعيشة. الحياة الاجتماعية كنا فخورين فيه بهالشيء، كان دائما رأسنا مرفوع بهالشيء. ليش؟ لأنه رفقاتنا هيك بهاد المسلسلات هي بتوصل لعامة الشعب، فلقلنا كانت شيء منيح لقلنا غير الكتب والثقافة. رفقاتنا كانوا يشوفونا مثلا يقولوا لنا شو بده يصير بهالحلقة، حكولنا أبوكم أنتم ترجموا مسلسل. وقت يجي شاب جديد بده يتعرف علي أو رفقاتي بدهم يعرفوني على حدا يقولوا هذا أبو اللي ترجم مسلسل نور، والله أهلين، أبو اللي ترجم وادي الذئاب، أهلين راسي كذا. فكانت هذا شيء حلو كثير لنا. لا ما بقدر بنكر وبقول لك انه هذا العمل اللي قام فيه مع بدايه 2000 وتطور فيما بعد، يعني في انتاج المسلسلات الدراميه، وصار اسم لامي على مستوى ما فضلت حضرتك، يعني اسم على مستوى الوطن العربي، انه هذا بيعطيك غطه فعلا، يعني بيعطيك نوع من يعني من الشموخ، يعني كثير شعور حلو جدا. بس انا بسبب معرفتي بعبد القادر بجوز اكثر من غيري كنت أزعل عليه أحياناً بسبب بعده عن الفن التشكيلي، لأني كنت أعرف من الأعماق أنه هو كان بفضل التشكيلي، الفن التشكيلي عن هذا العمل. فكنت أحياناً يعني كتير أقعد دردش أنا وياه يعترف لي بهذا الأمر، وأنه الدراما ترجمته للدراما يعني بعدته عنه كتير، ويقول
إن شاء الله بدي أعود. إيمان عبد القادر عبدلي بأنه هذه المسلسلات يمكن أن تكون يعني نوع من الصلة الجديدة بين المشاهد العربي والثقافة التركية بشكل المبسط اللي هي بتعبر عنه المسلسلات، أدى لحماسه لترجمة هذا النوع، إضافة طبعا للعائد المادي اللي كانت تدره تلك الترجمات، وهو شيء يعني من طبيعة الأشياء أن يقبض المترجم العائد المادي للجهد الذي يقوم فيه. أورهان باموك أشهر الأدباء الأتراك والحائز على جائزة نوبل للأدب، ارتبط اسمه باسم عبد القادر عبدلي لدى الشارع العربي، فقد ترجم له أكثر من 8 كتب وفتح له الباب واسعاً أمام القارئ في العالم العربي. أشهر أدباء تركيا وأهم كتابها أورهان باموك والحائز على جائزة نوبل للأداب عام 2006، ترجمت له بعض الروايات والكتب للعربية، وكان عبدلي من أوائل المترجمين إلى أن تم اعتماده من قبل الكاتب كمترجم وحيد للغة العربية. بداية المترجم الراحل معه كانت في كتاب القلعة البيضاء، وبعده اسم يا أحمر، ثم سيرة ذاتية عن اسطنبول وكتب أخرى. لم يعرف القارئ العربي أورهان باموك إلا من خلال ترجمات عبد القادر عبدلي له. طبعا جائزة نوبل سوقت أورهان باموك لدى القارئ العربي وأيضا لدى باقي القراء في العالم، وفي تقليد متبع عن دور النشر أنه أي أديب يحصل على جائزة نوبل فهذا جواز مرور لترجمة كتبه على نطاق أوسع. Geçen yıl mı, önceki yıl mı tam olarak hatırlamıyorum. Yine Orhan Pamuk ziyarete gitmişti İstanbul'da. Orhan Pamuk onu orada ağırladı. لا أذكر تماماً، في العام الماضي أو قبله زار أورهان باموك في اسطنبول، رحب الأخير به، وهناك اتصل أورهان باموك بمساعده وطلب منه أن يكون عبد القادر عبدلي مترجماً وحيداً لكتبه. سر عبد القادر لذلك كثيراً، وهو من عرف أورهان باموك إلى العالم العربي. اكتسبت ترجماته لكتبه جمالية أخرى، ومن ترجماته متحف البراءة، الثلج وكتب أخرى لا أذكرها الآن. أهمية ترجمات عبد القادر عبدلي لأورهان باموك أو لأعمال أورهان باموك أنها يعني حافظت على السوية الشعرية اللي يكتب بها أورهان باموك نصوصه. أورهان باموك يتميز بأدبه بشعرية حقيقية، إضافة للحس التراجيدي اللي بيكتب فيه وقدرته على الولوج عميقا في عمق الحياة التركية بتنوعها بأزماتها. يعني من يقرأ كتاب اسطنبول المدينة والذكريات يستطيع أن يرى مثلا صورة اسطنبول كما عكسها أورهان باموك في كتابه الساحر اللي يكاد يكون سيرة ذاتية للمدينة وسيرة ذاتية له. من مجريات مسيرة عبد القادر عبدلي وعلاقاته وعمله وموقفه مع الشعب السوري في ثورته وخياره في الوقوف إلى جانب القضايا الإنسانية، ومن خلال حديث من عرفه نجد أنه قامة سورية لم تكسرها رياح الاستبداد، وكان يرى أن استمرار الحياة وتحقيق أهدافها السامية
إن لم تكن بنا فبأبنائنا، هم ثروة الحياة وهم ثورتها. كان دائما يقول انه الاستثمار هو بالاولاد، يعني ترك الشغل اللي عمله والثروه الثقافيه اللي بناها والفنيه وتشكيليا وادبيا، كان دائما يقول انه الاستثمار بالاولاد، فهو كان شايف فينا شيء، يعني خليني اقول هو تركنا لنا ارث اكثر من الكتب والترجمات وهي القصص، فكان دائما شايف فينا شيء، شايف انه فينا نكمل الشيء اللي بلش فيه، نحن مبلشين من نص الطريق. خليني أقول كان مرجع لكل السوريين الباحثين عن المعلومة الصحيحة والدقيقة وعن الرؤية الموضوعية فيما يتعلق بالشأن التركي. لم يكن هذا الرجل النبيل يبخل علينا بالاستشارة في أي وقت، سواء من خلال التواصل معه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو صفحته على الفيسبوك أو عن طريق الاتصال الشخصي. كان الرجل يملك من النزاهة والنبل أنه يصحح لنا الأخطاء اللي قد نقع فيها أثناء الكتابة عن تفاصيل غير معروفة في الشأن التركي. إكمال المشوار عبد القادر عبد اللي هو الحلم. عم أدرس عمارة، هذا الشيء خليني أقول جزء مني، كمان فايت عن حبي درجة مو طبيعية، فخليني أقول لجانب العمارة عم حاول كمان طور لغتي، كانت العربية والتركية وقدرتي على الرسم أكثر، لأنه كان في مشاريع كتير ناقصة بابا ما قدر يكملها، فحاسة إنه هي دين بإيدينا، فما بعرف إذا بدي خلي بابا مرتاح بالمكان اللي هو في هلأ، يمكن هذا أكتر شيء ممكن تساعده فيه لحتى يكون مرتاح بالمكان فيه هلأ. هو قدوة لألنا، أنا كويس صار عندي ولد ححاول ربيه مثل ما رباني أبي. اللي تركه كمان الكتب اللي تركه، إن شاء الله نحن حنكملها، في عنده مشاريع ثقافية كتيرة بدنا نحاول نكملها إن شاء الله، وأكتر شيء فينا نعمله إياه إنه نكون ناجحين بحياتنا مثل ما بده هو. كان دائما يحب يشوفنا بأعلى المراتب، دائما الأب بيحب يشوف ابنه أعلى منه وأحسن منه، نحن بدنا نحاول نكون على الأقل قده، يعني إذا ما أحسن منه قده. هلا عبد القادر كان عنده مشاريع كتيرة، من مشاريعه الكتيرة اللي هي كانت بيعبر عنها كان بحياته، إنه كنت تروح لعنده على البيت تلاقي فيه أكثر من لوحة بالفن التشكيلي اللي بنسميه نحن اليوم، كان يفتح أكثر من لوحة، يعني عنده أكثر من مشروع كان، وهذا بيدل على كثر معرفته وعلومه، كان في عنده ازدحام بالعلم تبعه والمعرفة، فكان دائما عنده شغل كثير، وكان توزع شغله بين الفن التشكيلي بين الترجمة، حتى له بعض القصص هو، وأيضا ساوى كتاب بالنقد التشكيلي سماه فرشات وقتها، وكان تجربة الوحيدة له بالنقد. ولكن كان عبد القادر من أحد أحلامه اللي تنفذت، خلينا نقول، أو اللي اشتغل عليها، اللي هي الأسرة العائلة تبعيته، وكان يقول دائما أفضل استثمار هو الاستثمار بالأولاد، ونشكر الله تعالى أنه عنده 4 شباب اليوم بحققوا ذلك. عبد القادر عبدالي اللي تنشتبتان سونا gerçek bir dostun ne olduğunu öğrendim. Bir. بتعرفي عليه علمت الصداقة الحقيقية، وكان صامداً بفضل ديمقراطيته، كان يعارض كل شيء حتى نفسه، لكن باسم الحقيقة لم يعطي الدنيا في هذا الخصوص، فلو أراد أن يعيش حياة كريمة لبقي في دمشق. تعلمون عمل مترجماً لبشار الأسد، حدثني مرة أن بشار الأسد أراد أن يخصص له غرفة في قصره، فرفض قائلاً لا أستطيع أن أكون أسيراً في هذه الغرفة. هلأ التشابه الثقافي يختلف من مرحلة إلى أخرى، فلو أخذنا الأدب الكلاسيكي العثماني لوجدنا أن نقاط التشابه كثيرة جدا، لأن الأدب العثماني الكلاسيكي عموما وفي الشعر ذاتا، الشعر هو الذي يشكل عموده الفقري،
يعتمد على بحور الشعر العربية إضافة إلى بحور الشعر الفارسي. كان عبدلي يحلم أن يقضي آخر أيامه في مرسمه الخاص، فقد أبعدته ظروف الحياة عن ممارسة هوايته الفنية، ولكن الموت خطفه باكراً، مفضلاً أن يترك لنا إرث عبد القادر عبدلي في مجال الترجمات التي وصلتنا عبر الكتب أو شاشات التلفزيون.